وبركاته. أني اسمه إمام شعيب قاسم عبد الله. هذا بيت الله عند المسجد. هذا الإمام. أني إمام عند المسجد في مود بيت الله. ها يا أخي يا إخوان المسلمين، أنا إمام، لا بفطر إن شاء الله تعالى، لا طعام، لا فطر، لا عداكم يا الله يا إخوان المسلمين، يا إخوان المسلمين، هذا في المسلم كله عند المسجد، لا بفطر إن شاء الله تعالى، يا إخوان المسلمين والمؤمنين والمسلمات، هذه في قوة في أوغندا، هذا البيت للمسجد، هذا المسلمون والمسلمات، لا طعام، لا طعام يا إخوان المسلمين، إخوان المسلمون. في هذه صدقة الجارية إن الله الباقية يا إخوان المسلمين، هذا الفقراء، هذا المساكين، هذا الودود، هذا الفقراء يا إخوان المسلمين، لا طعام ماء أو أشرب ما شاء الله تعالى إلا الفطر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.